السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، يكون كل يوم في فيديو، بس فيديو اليوم مختلف شوي. فيديو اليوم تبع مسابقه اللي امبارح لعبوها المتابعين تبع 10000 مشترك، لانه صار عندي 10000 مشترك، واول خبرت المتابعين انه بس وصل 10000 راح اعمل مسابقه روم ويكون جائزه فتح السيزون. فامبارح لعبنا المسابقة واليوم رح ننزل لكم اياه وان شاء الله يعجبكم الجيم. بتشوفوا بالفيديو اي سكواد ربح. طبعا انا كنت حابب انه هن يربحوا، لانه عن جد هن السكواد الوحيدين اللي كانوا عم بيحاربوا ويواجهوا تيمات ويهجموا بدون كمبر، ما كانوا يكمبروا. فبتشوفوا بالفيديو كيف كان العالم مكمبر وما عندهم ولا كيلات، صفر كيل، سكواد كامل صفر كيل من بداية للنهاية، كلياتهم مكمبرين، يعني ما عم يطلعوا يواجهوا، نزلوا بمحلات يعني ما فيها عالم ما فيها شيء، فصاروا ينتقلوا من بيت لبيت لحتى يجمعوا العدة. طيب ينزلوا بمنطقة فيها طحش، فيها تبوش على السكوادات، تهجم السكوادات، تحارب، يعني مو تكمبر لي من بداية الجيم لاخذ الجيم كرمال انه تاخذ الجيم، وبالنهاية طلعتوا خسرانين يعني. وفي كثير منهم ما شاء الله كتبوا بالتعليقات راح فنشكم وراح اذبحكم وراح اخلعكم، فبالنهاية ما شفنا شيء منهم يعني، وبدهم يعلمونا اللعب وما اعرف كيف، بالنهاية ما شفنا شيء. فتحياتي للكل ويعطيكم العافية على الجيم الحلو امبارح وشكرا لكم. بس الكمبرة ما تكمبروا، نصيحة أخوية يعني، بطلوها هي شغلة ما حلوة، و الله يوفقكم كلياتكم شباب وإن شاء الله يعجبكم الجيم، وخلينا نشوف الجيم سوا. صحيح نسيت خبركم شيء ثاني، اليوم فتحت بس حكيت فيه عن قناه جديده ونعمل تحديات انا والمتابعين. اذا بدكم احط لكم رابط القناه تحت، تكتبوا لي كلياتكم بالتعليقات اذا بتحبوا نعمل التحديات، انه تحدي نعمل فيديوهات كل يوم انا وواحد من المتابعين ونسال بعض اسئله، واللي اذا ما بدك تجاوب على السؤال اللي سالتك اياه بتعمل تاخذ عقوبه، او اذا انا ما جاوبت على السؤال اللي انت سالتني اياه انت بتعطيني عقوبة. اذا بدكم هذا الشيء حطوا لي اياه بالتعليقات، اكتبوا لي اياه مشان نبلش القناة ونعرف شو نعمل. وشيء ثاني اللي بده يعني يعمل دعم لقناته يتواصل معي على الانستغرام، لحتى الاسبوع الجاي بدي بلش دعم قنوات، بدي اشوف رح اضل اشوف بالاسبوع هذا اي قناة محتوى حلو، اي قناة تنزل باستمرار، عند استمرار بتنزيل الفيديوهات اشوف المحتوى تبعه اللعب تبعه مشان ندعمه، اذا كان مستاهل وخرج مشان ندعمه. وشكرا لكم وبحبكم اصدقائي. لك هذا السكواد كل واحد نازل بديره، اوبا العالم كتير نازلة بالمطار هو. لا يا الله اخرس اخرس شارو
من الجواد نقاش تحرف اخرج خرب سمك يا ابن الحرام. يا والي تسمعني انت تسمعني امك يا ابن الحرام. ليك ليك تسمعني انت اللي عم تسب. ليك ما تسب ما تسب ما تسب ما تسب. كيف بده الواحد يسكر صوت الجماعة يا سلام؟ هذا ليش مكبرون؟ نواف اقول لك هذا نوم صعب انا ادرب يا عيش عشان نكتبها. بعد حمار ابو الزع ليش تكمبر ليش تكمبر عن مين فصل النت؟ هذا اللي اسمه بوسات الواحد وين نازل؟ لا 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 يا بوس انمي انمي سكوادون خزعبلي شو انا برا برا تماما ها كيل كيل يلا شو عم نسوي روح حرب وين يعني بضلوا متخبئين لاخر الجيم يعني والله حرام هيك مرايب جاد تسمعني مرايب ما عم نسمعك موت والله ما عم نسمعك اتوقع هون في عالم هاي البنايه ممكن طيب يا شباب والله هي مو لعبه بربي والله هي مو لعبه هلا
ما حدا عم يسمعني بس ما لعبه ما لعبه والله ما لعبه يعني متخمدرين وكل واحد صاير بديره واجه روح دور على السكوات واجه هذول جماعة ثلاثة قتلى الفريق مكافحة محمد اوبا والله وانك كفو ما تكمبر ما تكمبر نينجا ما تكمبر موت خالص شامل تاني مرة بس اعطيه انمي مشان نعرف لانو انا كنت عم بركض وما بعرفه ايه معلش هو لانو شافه ما شاء الله هذول كلهم رايحين مصطفى بس طيب شو عم تساوي هون؟ روح حارب صار لك ساعتين متخبي هون والله يا عيب والله العظيم عيب شو هذا الجيم؟ جيم الكاميرا يعني؟ ما هو دي بي خلينا نطلع استطلاع جوي شامل نمشي ناخذ سيارة نحن هاتلين بس واحد مكافحة انا كوندا هذول وين كانوا هذول جماعة شو اسمه بوشينكي جماعة مين هدول بالحاويات؟ انت وين مكمبر برقبك؟ يا ضروري والله السكواد هذا الوحيد اللي عم يحارب داخل موقع يعني حرب بين السكوادات وكل التانيين كل واحد بديره يعني عم يمشوا بالبرية طيب واجه سكواد خلص الجيم يعني طيب انت وين جماعتك؟ الشباب الطيبة هون والله كفو والله كفو السيارة والله انت شكلك راح تاكلها يا صديقي جان السيارة بعد عن السيارة كير يلا على البيوت عبودة عبودة حدا معه مشاريب زيادة هنروح
طب شو قصته؟ قالوا لي هذا هكر 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 مسكين ما عندي شيء كمان. شو والله عندك انت كفو ما في منك. لا عم كله معهم سكستين بدي شي حدا معهم فوري هذاك عم 24 وينك 24 ولا فادي يلا نمشي نطلع الوزهر ولا فادي لك هو واحد روح نشوف دير شو عم يعمل لسه ما قتلنا حدا و هون في عندي في بقي ليك أربعة مو حسنان يهجم على واحد بربيع رح نرجع بشريط خليك بجوات البيت رح نشوف سيارة ونرجع عبر الله بشريط خليك جوا البيت انت وشاوات وين ليش مكبر يعني مالك ليش مكبر والله العظيم عيب طيب شوف والله العظيم عيب يعني مالكم قاتلين حدا فوق مالكم قاتلين حدا ولسه عم تكمبروا والله بتستاهلوا ما حدا يزعلوا بيستاهلوا اللي كمبر جي بيستاهل طيب مودو ابو شريف ليش طالعين لحالكم؟ خليكم سكواد سوا انتو ما شاء الله ما شاء الله عندكم شو ابطال يعني صفر كيل كمبرة ليوم الكمبرة طبعا اللي يفوز ويضل مكمبر للاسف الفريق اللي بيموت اخر واحد راح ياخذ الجيم لانه عم شوف وحكيت ما حدا يكمبر ما حدا يكمبر قالوا طب اشور هاكر 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 المسكين مو قاتل غير واحد اي والله يا ريت قتلوا لي هذول جوز المكمبرين قلت لك ما بعرف من ما بدي اضعف الصوت صوت شو؟ صوتي بدك تدخل على الاعدادات بسرعة يلا اعطيني الله يرحمك شو معقول انت مو نظيف
رقم شو هذا؟ والله تلتين المراجل هريبة، والتلت الثالث انك تسكر تمك وتهرب. طيب يا شباب، ربي وحوش. إذا ما واحد ينفوت من هون هلا تنشوف طباشور شو عمل. اللي بعته وقال طباشور هكر والله إنه غلطان، لأنه ليكن سكواد كامل متخبيين من واحد، من واحد سولو. طباشور المسكين متخبي. اه جابوا له طباشور، شالوا له هذاك، شالوا والله. يلا يلا اطلع اطلع اطلع. طيب انت شو عم تساوي بربك؟ بدي افهم. بسرعة انت وياه شو عم تساوي؟ والله ما بعرف، نضل مكبرين هون وما عندكم ولا كيل. اذا بتاخذ الجيم كمان ما راح اعطيكم شيء. ها اعطي للفريق المقابلكم عشان تعرفوا كيف تكمبروا، لانه هاي عن جد. حدا وانت وياه وياه لك صوتي هيك احسن. قيصر والشباب بربي والله حرام، والله بربي حرام. انا دراي لهلا واحد والله العظيم حرام بربي. ما فينا نتحشى عليهم مكمبرين، راح نشوفهم. ربي والله عيب عليكم لو. شو إذا عم تسمعوني ما تكمبروا، طلعوا. توقع إنه جواب المستخدم. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب سكوادك مات، شو استفدت انت ومكمبر هون؟ صاحبك مكمبر باخر الدنيا، والله العظيم عيب. يعني هاي ما لعبة، هاي ما لعبة، هاي اسمها مسخرة. دول كلهم ميتين. خبا بين الشجرة. جاور سندي. اطلع واجه، اطلع اذا عم تسمع صوتي اطلع واجه. كردو.
الاثنين يكون مكبرين، كل واحد مكبر ببيت. انا ما يقل ناصر نوك ورا اللي ورا الصخره نوك ما ما يسمع خلاص اللي ورا الصخره نوك ليك كان اسمه اجو لغانا ايوه طخو راح ياخذ كفر من الصخره ده والام اي واحد كان هات اسمع خلينا ندخل جوا او ورا الصناديق كان معاك ناصر ناصر ما عاد نستفاد منها كتير بشي طيب كيف اجا من ورانا خذ عقل هذا كان مهكر اللعبة هذا اللي كان عم بيوصل عليكم لأنه نزل واحد من عندكم من الأرض بس نزلوه من ورا كفو هنشوف حلو أنا أوصل هنا جار ما يسكوا هذا مع القانون معهم أنتم هاكر باللعبة؟ في واحد هاكر اه؟ في واحد هاكر هذا السكواد اللي مقابلكم السكواد اللي مقابلنا هاكر يا شباب مو بقى شالوه والله شالوه يروح لعنده انا بدي قناصة هيك ما بيمشي الحال ما عم بعرف بدي قناصة شالوه لهذاك هذاك شي منزل بس نشوف جماعته نشال الهكر اللي وراه متأكد الهكر مات؟ مات شالوه جماعة اللي وراه الهكر عامل لي مات شالوه للهكر بس انا ما معي بس في واحد تاني ما بعرف خليني انا ما بقدر اشوف حدا ما معي خلاص انا هاي حتى إذا واحد الجيم من جماعة الهكر ما راح أعطيهم إياه طب أشوف خليني شو أنت و تي بي دير بالا ابو العم شو وضعه هذا نظيف لك لما زاد النار قدامه اذا نظيف معلش خلال تصوير هيك انتبه رقم اثنين باين عليهم مع شو وضعك؟ طيب ليش مكمبر؟ ليش؟ نوك أبو شايف يفرج رجع شوي لورا فنشته؟ لسه عم يجوا اسمع حلو
شلته وين عم تطوس انت؟ ما في حدا هنيك يعني. ضل علينا سكواد ها. وينه بس هذا؟ ليك بالكمبرة جاية من آخر الدنيا ليك. والله العظيم بربي عيب عليكم. أعطوني إذا شايفينه. موت بزوم انت تستاهل. لا والله زوم جنبه. خادة تبع الأم ما عم يخلينا نعرف نطلع لبرا. وين القمة صبويا؟ داولو. ايه عم اسمع. اي واحد قتلوا لمو بالهكار اللي قتلوا؟ من اللي قتل مين؟ هن لان السكواد اللي كان تحتنا هن الهكار اللي قتلها هن برا. لا اخر روم هذا مو روم اللعبه هذا روم مسابقه. لا اخر روم هذا مو روم اللعبه هذا روم مسابقه. نحن الزون عنا. حلو فنشو مطط ومجر. نحن الزون عنا. حلو فنشو مطط ومجر. حلو فنشنا. شوف قوم ما تكمبر. شوف قوم ما تكمبر. ما تكمبر. أخي أنا ما معي قناصة بس هي الأهم. حلو. طلعنا واحد غير هذا اللي نوك. بيان. شامل لا تروح حالك هيك. شامل لا تروح لحالك هيك. رجع. حلو. رجع. يس. لك احنا سكواد قهرمان نحن. حلو. حبيبي. يس. والله كفو. احنا سكواد قهرمان نحن. حبيبي. والله كفو. رقصة. معاد. رقصة. طبعا لهون بكون وصلنا لنهاية المسابقة. طبعا شباب انتم كلياتكم شفتوا انه ما تقولوا انه غصار في غش او نقصت انا كنت فاصلة. لا الكاميرا شغالة دائما. انا كنت مراقب الكاميرا وطبعا ما لاقت لحد انه وين هنن ولا شو. بس انا اللي قهرني انه الكاميرا كانوا مكبرين كثير بالموضوع. قلت لكم بدايه شو اسمه ما حدا يكمبر بس انتم كمبرتوا كثير. فهذا الشيء هذا اللي قهرني كثير وحبيت انه هن يربحوا الجيم بس لانه كانوا عم بيواجهوا تيمات. فراح تشوفوا بالفيديو كمان انه كانوا عم بيواجهوا تيمات كثير يعني ما وقفوا ولا كمبروا ولا اخذوا شو اسمه يعني ما اخذ كفر اخذوه بس الكمبره ما كمبروا بالموضوع. فكان هذا اللي بدي اياه انه هن ياخذوا الجيم لانه عن جد انا لانه بدايه شو اسمه على البث المباشر قلت ما بدي لا كمبرا لا هاكر. دخلتوا كمبرا ودخل هاكر كمان مع هيك شالوه. فاول شيء بهنيهم على هذا الشيء. فما اعرف هن راح يتفقوا بينات بعض مين راح يكون قائد الفريق راح يحكوا مع بعض مين قائد الفريق وكيف راح يستلموا الجائزه. فالله لا يعطيكم العافيه. اخذوا خسروني كمان بدون جائزه كمان الشباب هلا سكوادك خسرك. لا سكوادي خسرني مصاري. الله بس حلال على ربهم عن جد اني فرحت من كل قلبي لانهم بيستاهلوا الشباب. انا سكوادي معروف دائما بتشوفوا كل فيديوهاتنا الكاميرا معنا الهكر معنا ما بنستخدم. ف مبروك عليكم الشباب وهلا بنحكي مع الشباب الثانيه ونشوف كيف احكوا مع بعض ليكم مع بعض شوف مين منكم بده يستلم ويكون قائد الفريق وكيف بدكم تستلموا الجائزة. وشكرا لكم للمتابعة وشكرا للجيم بس عن جد انزعجت من قلبي لأنه الكمبر عندي خط أحمر
للدرجة لحتى سكوادي ما بخليهم يكمبروا. هلا هلا. وسكوادي بخافوا مني للكمبرة، يعني كذا مرة كمبروا معي فهجلكم بالقنابل، يعني سكوادي بخافوا مني لما أكون معهم بالكمبرة. لما أكون معهم بالجيم بخافوا مني من الجيم إنه يكمبروا. وهن مو من عادتهم يكمبروا، فشكرا لكم ومشاهدة ممتعة ونشوفكم حلقة جديدة. سلام.